اسلام و اقاره خزیان میقره من خورزت هیمانوتا دیوما پاوخ عموخن عم قلسا قشیشا بول ربان من مديتا اسكلستونا جو سويدن و اديوما بتمنهر قاتن قلسا قشيشا بوت هيمانوتا مودي لهيمانوتا و رابا بوقاري بتاويلان قام قلسا قشيشا بول ومن عمل خزيانا ميقرا رابي ابشانا تيلوخون جو خرزة هيمانوتا خامود عانوتا بتجانوخون ان بسما لوخون رابي اهلا وسهلا اول اختو مشينا تيلوخون كستي لاخا قاودس كستونا بس يوم شن ياخذ انا قشيشة بول ربان اصلي هو بشقلاوة من مرعيت الاربل وبرمد بريقاني مدرستا قد ميتا الابتدائية خشت الموصل قريب ومدرستا كهنوتة يعني سيمينير تمام برمد برقلي الدراسات الإنسانية مريلة يعني اعتيادي المخ مناهج اعدادية ومتوسطة واعدادية برا دخشوا مناهج كهنوتية يعني كهنوتة فيشتشنن وبشلي كان شيت الألبا وتشاما وإشتي وإشتا أو موصل أو السيمينير وبرا ضري خشلي الكركوك بسبب إيجا مرعيت الكركوك وأربل سليمانية خوا وبغداد وريشانو تب كركوك يا ورئيس لساقفة بطرابوليتا يا توغا وكركوك فانت عندي ويل وكركوك من بر كهنوتي بتريخي خشلي الكركوك يعني شريه تام بلاخ وبر هذا بر تمنيش إن من بالخانة تامة طبعا تامة بالخنو شورا قاوت وانا مدرسة كانوا تيت الطلاب السوري قد بيشي كاني يعني قاضية ومرحلة البداية وبر هذا ازي روما او ازي البغداد قار يعني وبر تريش إن قاوت مرعيتهم بالخلي يعني امت كان خينا قاوت وانا طلعيتها تمر يوسف ومطمريم وقت اللي بديش في المطرانية مرخوا على قروض محافظة هارجو كركوك هارجو كركوك يعني كله بجانب إيه بس من تام مسوي ما سليمانية عايدا وهو أربل خيشة وبليخة ومسلمانية جو أربل وكويس إجا وكويس جغر موتا من الخيشة يعني أميدة بالخانة التامة فبرت ما نيش إن خشلي روما تيلي روما اليوروب قام أكون دراسة يعني شقل لي قانون وشقل شهادة دكتورة قاو قانون شيتد ألبا وتشاما وطمعني قانون كلنا كنسي قانون الكنسي قانون ديت يعني وبرا مدري دري العراق دري الموصل الخليقة وموصل خا شوش النقا ود مدرسة السيمينير مقروي وبعين الوقت قاود ايتات الموصل من المعونة برا قاو ايتد مرافرام وموصل جديدة وبنفس الوقت توالي جماعة أوروبناي طلعي بالخيوة قاو سد الموصل سد صدام بريوالي طلعي والماناي جرماناي وتو من غير جالي فازن وكنت شبتة كنت يوم دروتا فودن ورازق قد يبي إيطالي بألمانيا أو بإنجليزي قد هندواي وفيلبيين يعني وثاني يوم يوم تري شبتة توالي درس ديو البارم شي حاجة ود مدرسة دي طلعي توالي طلاب دي ابتدائي متوسطة أتخبر شوش إن مدر الدري الكركوك فبش لي وكركوك وقيته تاما نرجو قيت المطرة لبديشو قرب المحافظة إلى بفترة خشي تدخش لي البغداد ويلي شي تد الباو تشما وتشي وأربا قضي علي قاو بغداد قاو دورة ميكانيك تاما قاو تخورنا وقاو يعني بالآخر قاو المحاكم الكنسية قاو محكمة ديت يعني شو لان براخ اوكي بالدين وخفت لما تعمل خشوالي البصرة تعربي خذ بشوالي البصرة فنهائيا برا ضري الكركوك وهل شي تد ور يعني شي تد البا وشما ترى البا وخمشة نهايته يعني اخر ياخذ كانون قمايا قميت بيلدا بصري ما نطلي لخا خمشة سري ما نطلي لخا السويد يعني شي تو بلغي شي تو شيخ لخا يعني قاو السويد فبس اول بشلي قاود فيستروس يعني شي تو تمانية رخ بالضبط قم قادون قاو فيستروس ادي اتي خشبت على خمشنيون قاود اسكستونا بس يعني من نفس الوقت اتن ولا خا يعني خدمت لخا ودن ولا اسكستونا فيستروس اسكستونا شوبينج وغرب اوروبرو كملا وشمال يفلو ساند فيكن انا كل ديو خنا مرعياتي ولا دي نفس من ديك بيش بخدمنا بس اقامه دي يمشي لي من فيصلت اوكي يعني ويلا مسكن ديو خلا خا مسكن ديو خلا خا يعني رابي كما لشان قريه بخشاون شوم طيلون هلا دي وانا بالاضافه يعني
زودنوتا اللي شانت سريايا كلدا يعني وعربي وكردي وعراق يا بسمير موصل قروان الفرنسية اللي شانة فرنسية يعني وعمق بحيث همزمت امتحانات يقول لك فرنساي واو يعني فانا كنت خش لايطاليا طبعا من المفروض يلعب باللغة الايطالية يعني فشقل لي درو يلعب الايطالي تاع قرالي وبنفس الوقت يلعب قرالي الانجليزي خش لي قطع زنو لامريكا خا ايتا من امريكاي فادخل شان انجليزي دا يلعب يعني والماني دا يلعب علي خدش يعني ما اصلا او دون قداشة حتى قول الماني يعني يودون قداشة ألماني إنجليزي إيطالي فرنسي حسب حاجة يعني سني قوته يعني أي لغة هوياوي يعني يعني شوالي شان يمطيل خرابي اللي فبد هذا يعني قام موصل بسد الموصل يعني ودنو راز بإنجليزي إيطالي إيطالي أو ألماني خجاي أو بإنجليزي قاعد دواي فيلبينا يعني احتياج يعني اوكي بابي برشونيا بالهيمانوتا جو اترواتت مدنخا وجو اترواتت معروة مودي لبرشونيا يعني تخمنياته هي بيلة يعني أول أمر أخ الميلة هيمانوتا بسبب يعني تحديد الهيمانوتا مثلا دمر لغويا أو فكريا فلسفيا أو دمر حياتيا يعني من وجب خاي يعني طبعا هيمانوتا لغويا أنا بدمر يعني يعني سبر خمدي مهيمن بخمدي لخان زخ لأخي ليه ما صخ اختبار دخله مهم من قاو بسبب ليه ما صن تحقيق او دنبيو يعني مثلا التاريخ قبل تري الباشا نصر الباشا الميكا ما صنع التحقيق دوسي لو لا يعني فلازم مهم من ان من ديما دبري الكتيوي لنا شمال يعني بس جايز مثلا هاو قاو خا شخلافه يعني زوده نقصان لك خمدي ايت المريال يعني اوكي وبعين الوقت بالنسبه للمستقبل انا ليت الخميته فمندي بهيمانوت انه يتخقوا مسائل الها قمالبلن يعني اتخاك ما هون قمال بلان اتخاك ما لا كمرخ الوحي قمال بلان انه ايتر خاي مثلا خاي ابديناي ف وانا خاي ابديناي سير انا قاود الها يا خني امرخلي دامي تيمانو تفاخري مانو بالنسبه يعني هم منخ كانوا اي دنيا اي كون ليله تخمن جانو تيه ليله فوضى ليله صدفه يعني لا لكن اتخا خا مهندس ويدول يعني او مهندس مرخ الاويل او الها يا مرخ يعني او يعني كل يلباني يطيله لا رسني قاليش من دي وكل خيلات الماصه كل خم من دي ها وخاي اتلي يعني من ابد من ازل ليل شرت شو راي ولت شو لامه يعني فبيحي الاو من خي دي ومن هون دي ومن طاقه دي ولا بريل ولا خم من دي لسلطه جانو فمريم ركتاوه قديش يعني فاخني اي لهي ما نتر انه فعلا لها بريل برناشة مسبب حبها زودة قتلة مسبيلي من خايدة ياول سبب لها بقانو عطاء الياول يعني خايل حبي المقامر فوقتها وقديشة فولي ودل برناشة فقد اي برناشة الصدى يعني مدي تقاوم كون موجود كل بسبب برناشة تخاطر برناشة البرناشة حايج ما سخي بشكل صحيح يعني واي برناشة لها قمال بلقم ياول هون مغد قانو هاويل هون بارما هاويل حرية يعني اراد عجبونا ماصي قابل او رافض اختيار اود اختيار وعين الوقت هاويل الحب يعني بي ليلي غريزيا يعني يازل برمدي لا الحب يعني بي مندي او ليه بي مندي وبعين الوقت امرق موجب ما امرق تاو قديش قم ياول برست زين ما اختيار بداود داوي بشام تري دالا لو كيبت جانو داود يعني وبس برناشا اختياره الكيبت جانو اللي غلط له يعني بسبب لو توال خبره يعني لو توال خبره فغلط له المهم بس لها تنازل لو اللي من دي برناشا سو قنباري اللي من دي فقام خلص لي برناشا دغ انا او بش لو برناشا وش اقصد مارني شو مشيحه بش لو برناشا وقام اي من دي بار اي حدث قاود يعني مئات والاف السنين لا بل ملايين السنين يمكن وين الاستعداد يعني خاصة الاستعداد اخي من اورام اعتقد يعني الام قبيل عامة خاطر مدي عامة اي مخلص فهو بعد محضر الاجيال عن طريق دنوية دنوية وكان يعني فقديم رخ الوحي يعني انها مغزية من خلال التاريخ من خلال خكم اشخاص يعني مو بي ودخ على المبرخة شيلو ميلة حقوت الديخاء يعني ميلة حقوت الخاي فهي مرخ الهيمانوتة يعني زين بس اي هيمانوتة لبس نظري هي نظريه لا لكن عمل هيمانوتة قال انه انا ما دام قم يدنا على يطن على اي بدا فاذا انا لازم يصلن يعني قوالا
او در من دید آلا کبیر تخاطر آن و هایی خایه هل ابد مد آلا هون یعنی ولا بخسرن و خایه نلا من آلا رقم نلا لطی خا خا سعاده من خا بوسامه مسمى بسبب انا الطبيعه دي صرت دالا كل يوم رحت لتي بوسامه ايه ف يعني بالنسبه هيمانوت يعني لبس خمدي نظري لا لك خمدي عملي حيوي يعني اول من دي لازم اي شخ لان هم نيم قالا فاذا شمنا على بين اي على قنباريل ولا قد يكون خمدي ومكمل فقدان وتخاطر الدهوي لخاي مداوي يعني مغامت لي خخورة خراب مر عمل ان لو دن بخبرو خير لي بخسرنا لنا لا خسرنا على لا خسر خاي اذا انا بشم انت اللي تدالا وانها بين مني بين كل ناشي يعني لا بزاق يعني بين قناشخين دماغ يعني وبرخم قبينايد عن ما قال تكوين العالم يعني تكميل العالم يعني فمن دي منطلق يعني تسهيل الحياة كم رخنا يعني خايا دخلوا بش سنة كلها برناشوتة يعني فمن دي منطلق يعني ميسيرة ونقو برناشوتة لبز بقياني والخودة يعني فأي لهي مرة أو الدنيا يعني ما كاميرا مرفوز قاو قارتو غلطاي أي هي ما نوتد برخة قاو تحبها يعني لا وقع يعني بس خخينة دي يعني مغا لا ولا من جانو اتخبرناش جاول يعني اتخبرناش انتخب من الاخيرة اتخبرناش خاطر دائما بطر ما تدير الطوطة وما تدير بناء وما تدير بناء بشتا موجود لا لازم رحق بشتا ولا قابل بشتا يعني غالب لبشتا قو طوطة فأي هي ما نتم شي حق ما لبلن يعني انه مغمر لا اود لا برد بشتا قو بشتا لكن غلب لبشتا قو الطوطة يعني. تعال من ما خليه باتا ما خليه باتا انا هطاول فانش لازم اهو طاول يعني برناش عندي مهمني لازم هاو اختار يعني سلطة الاعلام وبدادغ يعني لازم هاو مسامحة يعني شواقة غغداد يعني باني كج مخلي برناش غلط وانا لي ار لو خطيت يعني براس يا ولا قصاص فاذا ابخلي لازم يعني هاو علاقات الاجتماعية مدنا شابيلا روح المسامحة يعني انا كله ايماني لي هي مانوتي له كله لين خمدي بنوش بسبب اي له هي مانوتي يعني هي مانوت اخني هاو مغيال على عيشخ لدي ارى صاقه وطار بيا شيء وقو علم بيا شيء ويخالج تاع مدي الماده لكن هاو روحه مش مسيطر بحيث عيشخ قاود مدي الطاويل يعني يال ده على مغلاقي القيال ده فاي هي مانوت اساس اي اما هي مانوت انه هي قدام نظره يعني هنا وقو مدنحه هنا وقو معروف نفس المدينه تدخل من دي اختلاف اي هيمانوت اي لا اما التطبيق ده هيمانوتا ياش ده هيمانوتا ممكن يكون شرق مختلفين لخ مختلفين قاو شرق بش ايت المظاهر اخني بش خضر بالمظاهر قاو غرب لا ايت بش عمق عمق ايماني يعني روحاني بش زودة يعني من دي ديال مطابق لما دي لمها من بيو لي اود اخني بل قد ايتناش ليها من بمره يا زخو شاب الامره بارض مصار الكان مصار المشيحه يعني ما هيمانوتا يعني بينما الاخ يمدي لي عاود لي الام هي من البالا وبشام التردالا او ليل مهم منه ودي لك بس راخ اقوى يوروب يعني ايتر هي مانوتا ايتر هي مانوتا اخي ليه خاز خلا ممكن ولا بل بغزاي وقاعد عوادي مثلا خاز يوروبناي الاخ سويدي لا قد داقل غش لي عاود هي ما كانت يلقى مع الفلا مني وقال انا مشي حق انا مشي حق يا الفلا خش دي مثلا الرابع ليها مني قام مشي حق وقاعد انا بس الاخلاق الاخلاق مشي حاين اخلاق مشي حاين بينما خني كستان رابع هاي من يقال لكن أخلاق دي دو غير شكلنا قاتل بقانو كابر بكابر ما قد يفشم دانا تفجيرات بيادا ناشا بقطال يفشم دانا ايه ما لها قابل ليه مني لا. يعني. غرب ليه عود ليه مني يعني فرق بين شرق وغرب بين مدن حو معروة اي لي يعني اني لخ قاود معروة هاي ما نوتم تبقيل الاساس قو عمق يعني رابي قو اخ اختين بخشاو اخ هاي ما نوتتي نمصايا طبوق الله دون اخ سبيقوتا اخ نظام متنا قاقاني اتماصي سيطري الكل من دي تبيلي قو خيوته قو اتروات اتمدن خا لت او من دي بخشاون سبي شقلخ لكل من دي بها سانايوتا تقليد بوزودا مظاهر يعني ايه. انا مدياني صح ايقا خيور مشهوري لأوروبا مشهورة قو قانون ونظام يعني من دي ليه ودد لنظام ومخالف النظام ليه مستحيل له أخيني كسلا بالعكس قاو مدن حا يا خاشوا لقروتا ربوتا إما داود مخالفة إما داود أخا مخالفة شهارة يعني شهارة شاقلوا بقيانو أنه أنا ولي مخالفة ولا مصير لهم زمين مني لأخا خاشوا إلى شي دانوتا لا تعمل فعلا بسبب أن خازت هذا كل من دي ويجو لقو نظام نظام طبيعة يعني كل طبيعة خاز يوم يساق يوم يعني دوران الأرض أرى خضر خضروان قانا وخضروان شمشة يعني فصول وليل ونار
كل من دي يقول نظام يعني النظام من اي من دي كاير لحظه كون مخربط فالنظام بزي ما طوطبي عليه لي. يعني فلخ اوروبلاي فعلا اتو اي موهوته يعني دي النظام انه كل من يقول لي النظام فبداوا دو نظام براخش نظام مستحيل مخالفه او نظام مبادله خ نظام خينم كامله اخي لا اخي يعني نقصان ناش تبع النظام ومن دي مثلا مدن حي تينا لخ يعني يراب الزحمه دي ليه بي اوريجو نظام ليه بي اوريجو نظام يعني مقيدين له وخازي له اي حريه لخ حريه راب قرطة يعني زايده من اللزوم في حين لا بالعكس ناقص من اللزوم نفسه بقى لا بريل برناش حر كامل انا بقانو لا ادري القيد قبرناش الخير هاي ولا خش قاوت حقو اي حقو تتخيله بيت له خش بيه ليه بيت له كيفو يعني آلها الأول بغدانا بيا أوامر لو بدو دخلوا ما خلوا غلو قتلوا بينما لخ أي دولة خالت أنت قانون الأكبر مخالف ما سوى حفاظا على الخير العام يعني لخ مدن حي بتاتي لخ خزير لا حرية ربطي لا ما أخي تامن تو أنا حرية قاود مدن حلتو حرية يعني عقلية أو خونة حرية ليه تخال مينا حرية أنا وأود مدي كيف تقاله موخد قانو بينما حرية حقيقية لا أود من الطاوي من البنائي لقى مجتمع سفرق رابعي من أطراط مدن خلخة رابعي آتي لخة يخزي مديانة حكمة مديانة أجبي إلي يعني أمري أوف كما سبايك من أخن لتوانت خلق وطراته إن حكمة مديانة تيلي قطوت الدية قطوت الدام لا لي بيخ لو يعني كل مقيد ديلي لي بيها أو مقيد كل من دي تبين التغيير لازم أو مغير سلوك دي ومرافض له دام الأخني مدن حياة وأخني لي الأخني تنتقالي للقيانة الأخني لي وقت سويدي الأخني ليه السويدي ناشي بيشي ولا عراقي ناشي بيشي عراقيين قديش وبيش وتسويدي قديش وبيشي كليته للشخص ان عايش هيمانته بشكل صحيح هي مهمين يعني رابي توديات يا خينا كو توديتت الى يعني خمل لخيت او خدين خينا اتلا تاثير المشيخايه مهمنه قو مجتمع تيلا بخاي المشيخايه يعني بالنسبة للمجتمع أكيد يعني أولا بالنسبة كدينا أخني مشيخاي التن تأثير من هي من يدايوتا يعني بسبب نفس وحي نفس التاو قديشة المفروض يعني مداجها يمنو قمشيخة ودي أخو كل أخا فأخني شقيل غرابة من يعني من طقسائيت يعني من طقسة من هداية يعني لا خم دي تأثير بس كتأثير شخصي يعني في الوضع الحالي وضع الاجتماعي ممكن أسرة يغبج أخني إن قادمين من شرق من مشلماني مسبع شخو بيني مشلماني فشقيلة عادات وتقاليد المشلماني لما تقبل غلط يعني لا لا خمدي عاملة بكل دكاني الأقلية يعني مش قصة أنا خدش أنا شقلي من دم بالزودة أنا ما مسبع زودة مسيطرين يعني فخاز حتى لشان نقاو تنات عربي كردي ما متاثرين وبعاش يعني اخلاق ديدا يعني شقيله من مشلماني يعني هل ادي يعني كذو ختام يعني بشر يعني خاز عائله مشي حاي بخت مثلا شقلاوة ارث من بابه واخوانا شقلاوة بلقى مغ مشلماني في يعني اخي مشي حاي لد نيكستن يعني برونا براتهم متساويين يعني مغداد يعني من ناحيه ايمايه مثلا خاز بيامد على طول على طول يعني سمام سو بيئة لا بيئة يعني جالب يعني بعدين مثلا قنوتا كسلانوتا يعني كسل 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 خمدي شيمة الشرق البزو ده نتيجة الظروف الطقسية مناخ وإلى آخره بيتانا لخا نفس من دي غزاونا الزحمة يعني خضري برشولة أو يلبانة خاصة يعني بخان زي الخشوي لو بعاج منه بس قان الجوز اما يلبانا ليه بالخشبه يلبانا ما بسبب نفس الفكر تام يعني يعني بما انه فعلا ايتن تاثير يعني بس دير الاخ ان سور بقام الاخ لا زين مأطري مخه انا نتير مثلا جوان قينا بيربي بشكل مخه بس انقور شقيل انا من تام اخذ زحمه تير مبدلي زام شخلبتي هيك كلها زحمه شخلبتي فيعني بما التاثير موجود اكيد يعني اكيد هسه برابع عادة تشقيل انا اخنا مدن خاي رابخ شقيله من مسلمانه رابخ شقيله من يعني اتمديانه اخو هيمانوته مزمخله عائله قوم شيخه يوتا ان مديانه يعني امرخ ايتن يعني خمد يعني بدمر مثلا ان دج منو قاتق اخ الشخص بتاع القاتل ودفاعا عن النفس تن محمد قال يعني ما قاتل طلب قمعي
اي دمرير بعد مشيخ، لا بالعكس مشيخ امير لقط يعني لقط لقط ما خي الايباتا ما قلب الايباتا خرته مشيخ نهائيا نهائيا. انا ليلة ويلة مجال لقط لمصاب قطلة خطيت يعني يعني. وبعدين انا ليطن او بقاتلي بل كد خير طلقوا لقط لبي تمام ولا لا مازال رقم قاتلون يعني. فاذا الان مش اللي قاتلون ليه او قاتلون يعني يعني بمعنى انه بس قال كتاب قديش لد ام من دي قاود عهد الجديد يعني ومش حيدو تاني دام البادي وقالوا الميرين قالوا الميرين يعني زي ما يعني شقيلة وين من أطرة شقيلة وين من بيئة فقبش لك أنه يلبال مشيخ يعني في حلال دوس أي شخلا طرابي هاو وأنت يأتي لخا بريشاية تأتي لخا رابي يشقلي عادة التامة يقتخ بيتا لخا يعني كل نتيخ من مدى الخرابي اتلن عادة لخ شخل بي يعني قد خا مختم رخصة خصة يستفسر رابا بلايب من دي دوسي لين غلطة لين ايه ما صار شخل يعني عين عادات التامة من كيف تقانو همزم مشبيل ايه من دي راسة خاشو لحقوتة وهمزم وتاود يعني همزم خلدو خيلة يعني او مثلا خزيلة دي غرابي تنعوائل القجوار يعني بي فرضي ليالو انه قولي مغبابو يما بي بغاني كبير يعني في حين لخقوا اوروبا بعياش غير شكل يعني او غلطة لين يعني ايه تخك بقضاء يعني تأثيري لتأثير بيئي رابي بورشونيا بالناشا عيادايا وكهنة اتلا درغة مودي لبورشونيا بيلي سبب ايت ناشا كي امري انا منديت اود لكهنة ماصن اودنه يعني ناشا عيادايا مودي جوابه بهذا قدر مندي رابي جواب شاقل من همزم تغمروغ او اتلا درغة شماشا او قاش اتلا درغة علماية لتلا درغة يعني شو لتامل يعني اخناش كلهم متساويين يوخ يلبان ماسخ على الماي بلكت برب بزود ما خكان من شماشه او شماشه من اي اخ من دي ناشايتي لا اما لا كل ناشئت لاي سلطانه داود من دي الها الها مقبي لخك مناش مثلا مشليخه اكماش قل تريسر تلميذ تريسر شليخ زين اني تريس قم كالف له ولا قد سلطانه داودي فلان من دي فلان من دي قم كالف له يعني لا ولا قد خير يعني مثلا دمر مطمر يملقى باود لا ابسقوبة او شليحة يموا في حي قدش دي يعني بضل بشيخ آيلة بس هو للتشليح يعني اوكي زين. فاذا اي من وهوت من آله الى كهنوتة ما كانوا تمام دير كهنة كهنة شو اللي آله بيادي الوسيط اللي بين آله وبراشة يعني ما غمشيح آله وبراشة وسيط بين آله وبراشة فكهنوتة تقانو ولا قناشة بس قول سلطان او ما من دي من دي يسريتون يسيريلو من دي شاريتون شريلي لم رت كل علم اخته بس تلميذه يعني بمعنى ولا سلطان تخك مناشد او قاريلو خذيك مرخ كهنوته فكهنوته من مشمشانه ايون قالايا وكهنه وبسقوبه زين اتلو درغه اتلو مصيته مثلا او دي من دي دروحه من دي هيمانتك طلبان من دي مشي حطلي بيلي مني توزيع الاسرار اقامه الاسرار مثل رازي المودوي معموديتي معموديتي براخ إلي يعني أن أن أيتا يودانو شيحة كل في الخط مش خاص وأنا لازم أبي بالتسلسل يعني أنا ككهنة مثلا ليه ما صنع دي ودن شماشة وكان بس بسقوبة ما صنع ضرغة بسقوبة تكهنو تكاملته فأنا أنا ودي خم دي بطيرة بتاوي بس إن المطران أود لا أوكي أخسي عميدة أخسي عميدة بينما من أودن راز أوكي بس صلاح يديد له شماشة ليه ما صنع بس المعمد له أوكي صلاح يديد له أي وكانو ترى ضرغة له بينما على الماء لتل أي ضرغة ليه ما صنع رابي اتلخا خمدي رابنا شو بقرنا اتخاماس اوت معمودية يعني بجان ممت قناشة اتلا درغيلة ناشا عيادايا ين اوت قربانا قديشة مقرو اي امر انا بقاصن لخما اختي لميرا مارن و بلين قناشة ما قربانا ليه ما صنهاية مسبب اهلا ليه قابل منه يعني من دي اود ليه اهلا ليه ولي قدي شلطانا قد اوت راز ليه ليه باش ليه باش بغرض مشيحة سب لازم اهلا قابل لي بس ما مودي تبلي بسبب من آله من إيه تمش ورايا إنه حتى حالة اضطرارية ليتن كان ليتن شماشة إنجيلي ما صع الماية معمد طفلة سورها وخطر موته يعني أي أي علماية حتى بقتجا ولا أقول بقتجا مع مدالي ما يدار برش عمران مع مدن وخش من باب ورون راح تقولش يعني كافي ده أي يعني من سلطان إيه تيلو إنه من شورايا أتخيا يعني بحيث مشي حتى قاوة ورضا محكم يعني قابل يعمل دي بس اما دي قدوش قربان لا لازم هاو كهنة سيمة رابا رابي كي امزم يعني يقد خزي قربان قديش اي مودي لك يابي لو ساخي لو سلاي ومرومي لكاسة ومسلوي لي ينقو بوراخ مودي نكلية يعني انا مدياني تخصي له تخصي للترتيب
ناش ماص شخلب لي موجب ظروف الزونة ولا خمد يعني يعني حركاتنا وصلواتنا تراتيلنا مساعدي برناشا قاتد التعبير عن الإيمان يعني تعبير صلوات مصالي لا أو عن بسخوت مقبورا خمد يعني سب أنا مودي أمر رابي أيلت ليلة سنقت أختي مور مختمت بشمت مارني شو عم شيخة فاش بورخة أو لخمة خريشة أختينا خكمة بمارات خمد يعني أوكي زين مور أو نشط خامس مور قد يزنات قمو بتغلط كوتر اللخمة وفلام دي بصر وفلام دي كله لخمة هاي بس مليانة مليانة هيلا هاي دوس مليانة قم آخر مليانة خيني يعني صحي لما مثلا مدي وين جو عجبون الآلة مثلا مرة أنا ما عم دور شباب روح أقول شخص وصلوا عم بدل لكن يعني قد أي رتبة هوي برميتة من ناش يعني يعني صلوات أخينا قراءات الترانيم قد أول شعب دو تحضر مشترك لفهم لي من دي يعني وبين وقت تعبير عن بسخوته يعني رابي لدبخ شاوة أنا شتلتينا سخصوية يعني ما راح تخمديانة يعني ليه بي قيدي أنا بخشان ما اختقيد ليه بي ما اختمت خمدي سناي بهاوي و لا أن الناشط خبي أن لتلو هيمانوت أن بريق يعني كل من يعني فقير مخني يعني سكرال وهيمانوتو فبي تبرير موقف تقانو أو دي أمرنا قناش أدخا يعني دائم كنا عشان مدي المخي أمرنا يمرخ عطاري بيع شيء عنده يعني أو من دي أتلي فليه بيناش نخرى بغير من دي هاوي أو ليه بي قد أو لشعور لا وتقو نقص شعور لا وتقو نقص يعني او اتلني تبشته يعني قلت الناس سيئين من سطانة شو السطانة يعني كبرخ يعني وقد تدمار الايمان يعني قد هي ما نطم بطليلة يعني قلت قاعد على قوة دولية يعني بلاخي لقد لا شوق هي ما نطر ارى بزوز كل ها ما سوى سراحي رابي منهرتا قعليمة وعليماته قو اتراوتت معروة ين قو اتراوتت مدنخة موت لو خن همزمتا اتهويا خا خا منهرتا قاله يعني بزيز بعليم وعليمات اي كداوي هاوي الوثيقة قاود ايتا هاوي الوثيقة قاود مشيحة انه فعلا من دي دميري لدوسي لي ان ازي بر مشيحة يعني ليه خسري صعب بلكت بخسري خك ومسائل دي دنيا يعني بس ليه لان مهمة بسبب ان برميلة خاي ميلة خاي حبي لعلاقة لها يمد كآلها يطخل يعني برناش يطخلي هاو علاقة حبهم تكون ناش وتوطى أي لخاي يعني فأي آلهة بس قضاء منهم سبا لها يلقى مالك الحبة يعني أما خارج العلمة حبة لت خارج العلمة يعني قال علمة علمة لك يا الحبة علمة بس أنانية المصلحة فقط يعني قال مصلحة قال أنانية بيش غرقة من شمالي مخ حيوانات كنت خلق يعني صراع الغابة في شيء قال يعني مداوي حبة مداوي هيمانوتا خاق مراح مخاخينا خط عام كام دوخينا يعني كبار خاي اجتماعية سهلة بسيمة يعني وأي لا هيمانوتا يعني اليوم بخشى بدنا شو لا لي بيت خاي مصباي قجاني بسيمة قجاني رابي دانا أقلا تخرج الديا إن أتلو خن خاهم زم تخارتها بيت أمريت لاقا خزيانا ميقرة على كل هذا أي من الميلاد قجوان قن وهيمانوتا لازم يتخلى بالضبط ميلة هيمانوتا وعيشخ له يعني لين هيمانوتا بس خك مع أو خك متنيات أو خك مع واد أزغ الأمرة أن مظاهر هيمانوتينا يعني دخل هيمانوتا جو عمق فهمخله وتتفهمخله قارخك تاوى قديش يعني ورابا مسائل إيبن مجوبغ أنا مسائل دان مرغ ناشط على الماء يمري فلام دي أني قارخك تاوى قديش ماسخ مجوبغ يعني مسماء وكتاوى قديش أساس هيمانوتا إلى زينة سلاحي لقد ماسخ سلاح دي يعني وبعين الوقت سلوطة تجاوز سلوطة يعني بسبب آلها ماسك كل مدخل ليه ماسك بس بخيل آلها مغمر مارا بخيل دي ماسك كل خمن دي خزيام يقرأ هلا خاتيرا الخوتامة اتخورزت ادي يوما ات ايو بوت هيمانوتا اخت منهر قارن قلسق شيشا بول بوت هيمانوتا و پرشون يت هيمانوتا ين تخمنيات ات هيمانوتا قو ما عروا ين قو مدنخا ورابا مديانة ات منهر قارن بخيلت آلها اشقلخو خيوترانا من داها خورزت ادي يوما خزيت لهم برتري شاوعي عم خرزة خاتة فوشم شينا